ربنا وفقنا من حوالي أكثر من سنة ونص أنا درست الموضوع هذا واستطعنا أن إحنا نعمل مستوى كفندق 5 نجوم. كثير من المنسوبي الجامعة ودكاترة مصطوا أنه هو مستوى عالي جدا ومصطين معه، وإن شاء الله ربنا وفقنا الحمد لله نعمل جودة عالية جدا والسعر أقل من السوق المحلي. فرصة طيبة اليوم زرتونا في أحد البوفيهات اللي احنا نتميز بها هنا، وبنقدم خدمة مميزة للطلاب بأسعار خاصة جدا جدا. باشمهندس نريد أن نعرف أكثر لكن بشكل موجز ومختصر عن الإقامة، من أين جاءت فكرة إقامة هذا المطعم ولماذا اخترتم بالذات جامعة أم القرى؟ أنا أبنائي درسوا في الجامعة فكانوا يشتكوا دائما من عدم وجود مطاعم بمستوى وجودة جيدة وسعر مكان مناسب للطلبة تعرف، فجاءت هذه الفكرة ووجدنا أنه الجامعة عندهم هذا المكان المميز، والحمد لله قدمنا مناقصة ورست علينا، ونتمنى إن شاء الله نستمر في تقديم خدمة أحسن وأحسن بإذن الله. هل تتطلعون إلى أن يمتد هذا المشروع ليصل إلى جامعات أخرى في المملكة؟ إن شاء الله، الهدف ليس فقط جامعة أم القرى بل إن شاء الله التوسع مطلوب منه، وبدأنا من الآن تجينا اتصالات من بعض الجامعات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية طبعا أتقدم لكم الشكر الجزيل على تحت هذه الفرصة لنا تكونوا معنا في الافتتاحية الرائعة هذه. المطعم حقيقي يعني إضافة قوية للجامعة، الجامعة وجود المطعم بهذه الجودة العالية وبهذا التنوع بهذا السعر المميز، هذا الحي يعطي إضافة قوية من ناحية التغذية للطلاب. الطلاب في الجامعة حقيقي يعني أبدوا كل الارتياح والإعجاب بالمطعم ده، الكواليتي الجودة الأكل العالية، على السعر طيب، التنوع جيد، ووجود المطعم داخل الجامعة هذا يريح الطالب بدل ما يطلع العوالي ولا يروح مثلا أقرب منطقة في مكة عنده. وجود المطعم هذا بالكواليتي هذه موجود في هذا المكان، هذه أدفانتج كبيرة وميزة كبيرة للطلاب. أول حاجة إحنا نهتم بالطلاب جدا ونهتم بالشغل، يعني جبنا سيرفيس في اي دي ناس طب يعني يسرفزوا عليهم كويس، الخدمه كويسه، المعامله كويسه، اهم حاجه تكون المعامله كويسه، كله الطلبه كلهم راضيين، الدكاتره بسم الله ما شاء الله. قسمنا المطعم قسمين، عملنا قسم الفي اي بي للدكاتره الكبار وعملنا قسم الثاني للطلبه، في اسعار كويسه جدا بالنسبه للطلاب هنا، سندوتشات وجبات كل حاجة من الساعة 6:30 الصبح فاتحين لحد الساعة 5 المغرب. الحمد لله يعني بنجتهد على قد ما نقدر ونتمنى من الله أن يكون بنطلع بأحسن وجه وأحسن صورة قدام الطلاب وقدام الدكاترة والخدمة، ومحدش يشتكي الحمد لله، شكر الله كله تمام، والحمد لله شكر الله ربنا يوفقنا بإذن الله الفترة الجاية.